تم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لليابان، والتي شارك فيها في قمة كاد السابعة اليابان إفريقيا. متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة. وكان في استقبال سيادته سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعدد من المسؤولين الكويتيين وأعضاء السفارة المصرية في الكويت. خير وأهلا بحضراتكم مرة تانية. موجهتنا دلوقتي عن العلاقات المصرية الكويتية في ضوء الزيارة الحالية اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت. الزيارة دي هي الثالثة للرئيس السيسي للكويت منذ عام 2014، مما ساهم في زيادة العلاقات بين مصر والكويت بشكل كبير. في الزيارة الحالية هيكون في مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لبحث عدد من القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الإرهاب. هيتم أيضا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية بين البلدين في ظل تجاوز الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى عمل ما يقارب من 1227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر. هنتكلم بتفاصيل أكتر عن الزيارة وقراءة في أهميتها مع ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. منورنا. وطبعا قبل بس ما نبدأ حوارنا اسمح لي نحن نشوف مع السادة المشاهدين هذا الإنفوجراف عن العلاقات المصرية الكويتية ونرجع نبدأ حوارنا. خلينا نشوف.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهبدأ حواري مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي مرة تانية. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. قولي أستاذ جمال الأول، خلينا نبدأ من هذه الزيارة، وهي الزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر لدولة الكويت. شايف إزاي هذه الزيارة الحالية وأهميتها وتوقيتها كمان؟ خلينا أقول لحضرتك، هو يعني نطرح برضو يعني نكمل أسئلة حضرتك ونسأل، هل هناك علاقة بين زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولاته في فرنسا وفي اليابان وفي الكويت؟ طيب دلالات زيارة قمة اتيكاد ولا الجي 7؟ الجي 7 ثم اتيكاد. هل هناك علاقة بين الجي 7 واتيكاد وبين الكويت؟ ده سؤال هنا لا ينفصل عن القمة المصرية الكويتية. العديد من القضايا المهمة العربية المتعلقة بالإقليم أثيرت ونوقشت في قمة مصر في فرنسا، وأيضا قمة الرئيس في اليابان، وبالتالي هذه القمة في المصرية الكويتية هي استكمال لخطة وتحركات وجولات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت، وبالتالي هنا الأفق العام لمصر كدولة تتحرك في أقل من 7 أيام أو في حوالي 7 أيام من فرنسا إلى اليابان إلى الكويت، وهي دولة عربية. هنا نحن أمام دولة تقف ثابتة، دولة أصبحت مؤثرة، دولة استعادت قوتها على مستوى الإقليم، على مستوى العالم العربي، على مستوى الإقليم، على المستوى الدولي والعالمي. هنا نحن أمام دولة أصبحت مؤثرة عالميا إفريقيا، خاصة أن هذه الجولة فرنسا واليابان باعتبار مصر وباعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقي، وبما فيه تفاصيل كثيرة جدا سنتحدث عنها. نحن أمام متغيرات في وضع الدولة وقوة الدولة المصرية. اليوم مصر الآن ليست كمصر قبل 2013، وهنا مؤشر الصعود، مؤشر الثبات، مؤشر الاستقرار، مؤشر المكاسب التي تتحقق يوما بعد يوم بتتزايد وترتفع. وبالتالي هنا هذه القمة وهذه الزيارة إلى الكويت، وهذه القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إنما يعني جاءت في التوقيت المناسب. نحن أمام إقليم يعني في الأفق تلوح بعض المتغيرات. الأسس التي تنتظر، أو أسس جديدة تنتظر بناء هذا الإقليم، وسمت ملامح وسمت متغيرات، خلينا نقول بشكل مباشر، وهو عظم هذا التوقيت وعظم هذا المشهد. لو هنتكلم عن التشخيص لما يحدث في الإقليم، فخلينا نقول كده بشكل بسيط جدا أنه في دول المغرب العربي شمال إفريقيا عندنا دول فيها انتخابات زي تونس، دول فيها حروب مستمرة زي ليبيا، متغيرات سريعة ومتلاحقة إيجابيا في السودان، عندنا منطقة الناحية التانية منطقة الخليج، دول الخليج وهي قلب الطاقة في المنطقة ولما لها من تأثيرات وأهمية، عندنا ما يحدث في اليمن وهو يعني شيء يلفت ويستحق التوقف ويستحق التحرك، أيضا ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق ومحاولة يعني تهديد وهز استقرارها مرة ثانية بعودة ميليشيات زي الدواعش والتنظيمات الإرهابية وهز دورها كدولة مؤسسة لجماعة الدول العربية أيا كان. هنا أيضا بعض تهديدات في مياه الإقليمية للخليج. كل ده، كل هذه الصورة حضرتك لما نجمعها مع بعض ونقراها نقول ماذا ينتظر هذا الإقليم. طب خلينا أقول لحضرتك،
هذه المتغيرات هل تقول أن هناك شيء ما ربما يكون إيجابي أو سلبي، لكن لا قطعا أن هناك شيء قادم في الطريق داخل الأقليم، هناك شيء ما سيتغير في الأقليم. طب الرسالة بقى اللي احنا عايزين نقولها إيه؟ الرسالة هنا هذه الملفات، يعني خلينا أقول لحضرتك هذه الملفات وغيرها من المؤكد أنها ستكون حاضرة وبقوة في مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت. طيب هنروح للملفات طبعا بالتفاصيل وإيه اللي بينتظر هذه القمة على مائدة الحوار، لكن الأول فكرة أنه دي القمة الثالثة أو عفوا دي الزيارة الثالثة للرئيس السيسي لدولة الكويت منذ تولي حكم مصر، شايف إزاي حرص الدولتين على مدار هذه السنوات الأخيرة على ترسيخ العلاقات ما بين مصر والكويت؟ طيب خليني أقولك أنه العلاقات وثيقة، العلاقات عميقة، العلاقات متجذرة. مصر دائما تقف مع دولة الكويت، العلاقات منذ 1919 وهي إذا كانت حتى على المستوى الشعبوي أو المستوى الشعبي وليس الرسمي، لكنها كانت في 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 في, في, في توجد علاقات قوية. خليني أقولك هناك مرتكزات، يعني العلاقة بها عناوين كثيرة، لكن خلينا أنه مصر في قلب الكويت، أربع في قلب مرتكزات مصر. أربع مرتكزات ممكن تاخدنا وهي الرافعة، أربع روافع حقيقية ممكن حواليها نغزل فكرة العلاقات المصرية الكويتية. لما نقول أنه تعال نقول أنه في استقلال الكويت 1961، ونتذكر موقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما وقف واضحا وقاطعا ضد الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم الذي كان يحاول المساس، ونقولها كده بشكل المساس باستقلال الكويت، وعقد. واتذكر واذا لم تخن الذاكره اتذكر ان هناك جاء نائب رئيس وزراء العراق انذاك وذهب الى الرئيس جمال عبد الناصر في منزله وعقد اجتماع وفتح هذا الموضوع، وكان رد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان في بيان مهم اصدره الرئيس عبد الناصر وقتها. ايضا خلينا نقول في المقابل انه في 1967 ان دوله الكويت وقفت وسندت مصر في هذه الحرب، ومن 67 حتى مرورا بالاستنزاف، حرب الاستنزاف، حتى 73 وقفت بكل قوه وارسلت الاكبر لواء عسكري وهو لواء اليرموك ووقفت بجانبها ايضا، ودخلت الحرب مع مصر، وكان الجندي الكويتي بجوار الجندي المصري، وهنا تختلط الجملة الشهيرة اختلاط الدماء ما بين الشعب الكويتي والشعب المصري. 73 في من 73 نرجع سنة 90 1990 وهو غزو صدام للكويت، وكانت مصر موقفها واضح وقاطع وساندت وشاركت في تحرير دولة الكويت من غزو صدام حسين، إلى أن جاء استمر هذا مرحلة إلى أخرى ومواقف صلبة ومواقف قوية، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو 2013، وكان موقف أمير الكويت واضح جدا وموقف الشعب الكويتي واضح جدا لمساندة ودعم الدولة المصرية، وبدأت يعني مش بدأت تواصلت يعني المواقف المتبادلة ما بين مصر وما بين الكويت على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وغيرها. خلينا نقول انه بطبيعة الحال على مر التاريخ هناك علاقات ثقافية وعلاقات، وهنا الثقافة هنا القوة الناعمة القوية جدا، فظلت على مدار القرن في القرن العشرين كانت دولة الكويت تحتضن وهي الملاذ الآمن والمناخ المناسب للمثقفين وكبار المثقفين في العالم العربي بشكل عام، وكانت هنا من الروافد الأساسية بين مصر وما بين دولة الكويت كانت الثقافة ولعبت دور كبير جدا. الكويت يعني
كانت لها بعض المطبوعات الثقافية المهمة التي كانت تصدر من مصر، بيت الكويت في القاهرة والذي افتتحه أيضا الرئيس جمال عبد الناصر، الكويت الذي احتضنت الكاتب الصحفي الكبير أحمد بهاء الدين وزكي نجيب محمود ومحمود ومحمود السعداني الكاتب الكبير وغيرهم من الأسماء الكبيرة. كانت هناك جسور متواصلة ثقافية فتحت آفاق حتى على مستوى الفن ومستوى المسرح وتأسيس المسرح الكويتي على يد زكي طليمات والفنانين المصريين أيضا على المستوى على المستوى حتى القانون. خلينا أقول لحضرتك أنه الدستور الكويت صنعه وكتبه وصاغه السنهوري وفقهاء دستوريين من مصر، وبالتالي هنا وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى طيب خلينا احنا نقول لحضرتك اقفل طبعا المستوى الاقتصادي والعسكري بس بعد شوي. بس اقفل القوس بعد اذنك. خلينا اقول لك انه جسور التواصل الرسميه وغير الرسميه موجوده طوال الوقت ما بين مصر وما بين الكويت. طيب لو اتكلمنا عن، وانا عايزه اكون محدده، الخمس سنوات الاخيره يا استاذ جمال في العلاقات وشكل العلاقات بين مصر والكويت والتنسيق على اعلى المستويات لصالح البلدين، كلمني تحديدا عن تنامي العلاقات في الخمس سنين الاخيره. منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمه قياده الدوله المصريه ويعي تماما اهميه الأمن القومي العربي ويعي تماما أهمية دول الخليج وبما فيها أيضا دولة الكويت، وبالتالي اعتبر، ولعلنا نتذكر جملة الرئيس الشهيرة وهي مسافة السكة. مسافة السكة هنا كانت جملة لها بعدها، لها أهميتها، لها رسالتها، لها أهدافها الواضحة، وبالتالي حرصت القيادة السياسية وحرصت مصر الدولة المصرية على تعميق وتوثيق واستمرار وتراكم العلاقة وتراكم الإنجازات والتعاون ما بين الدولة المصرية وما بين الكويت في العديد من المجالات، وبالتالي لابد أن يعني أن نؤكد على أن الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية تعلم جيدا مهمة الدور ومهمية الدور الذي تلعبه دولة الكويت في المنطقة وأهمية الحفاظ على هذه العلاقة، وبالتالي اتخذت هذه العلاقة أطر للتعميق، خاصة أنه الموقف الكويتي يتماهى ويتماشى ويتطابق مع الموقف المصري في مختلف يعني المسارات السياسية. وكانت حريصة مصر وكانت حريصة الدولة المصرية على فتح آفاق وتعميق هذه الآفاق ما بين مصر وما بين الكويت في مختلف المجالات سواء الاقتصادية، وتصاعدت الاستثمارات في مصر، بلغت وكسرت حاجز ال 15 مليار دولار، أيضا بلغت او حجم الاعمال تجاوز يصل من 700 او 800 عامل مصري، وهو عدد كبير مقارنة بعدد سكان دولة الكويت. على المستوى يعني الثقافي أيضا هناك تبادل معرفي وهناك تبادل في عقد العديد من المؤتمرات والمهرجانات الثقافية وكل ما يتعلق بالفن والقوى الناعمة بين الدولتين. على أيضا على المستوى السياسي رئيس مجلس النواب زار خلال هذا العام دولة الكويت، أيضا رئيس مجلس الأمة الكويتي زار مصر، العديد من الزيارات والجولات والرحلات المكوكية ما بين حكومة الكويت وحكومة مصر، وتبادل ما بين
الاستثمار وشركات الاستثمار ورجال الأعمال ورجال الصناعة خلال هذه الفترة كان بشكل غير مسبوق. زيادة عدد السياحة والتي وصلت حوالي 170 ألف سنويا في مصر من السياحة الكويتية. أيضا ارتفع معدل هذه السياحة. أيضا على مستوى الشركات والاتفاقيات بلغت عدد كبير في خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات الماضية في مختلف، خليني أقول لحضرتك، في مختلف المجالات ومختلف الاتجاهات. لا شك أنه خلال الخمس سنوات الماضية اتخذت العلاقات المصرية الكويتية مسارا غير مسبوق، مسار مبني المختلف هنا واللافت هنا أنها اتخذت مسارا مبني على أسس جديدة. يعني مثل ما يحدث في داخل مصر، في داخل مصر، وتقوم وتحرص القيادة السياسية على بناء هذه الدولة من الداخل على أسس جديدة، فأيضا القيادة السياسية تحرص على أن تكون هناك أسس جديدة في التعامل مع الإقليم، وبالتالي أيضا في التعامل مع دول الخليج، وأيضا في التعامل مع الكويت. طيب لو رحنا للجانب الاقتصادي، يعني كيف ترى أهمية هذه الزيارة اقتصاديا على الدولتين، خصوصا أن هناك عدد من الاتفاقيات من المتوقع أن يتم توقيعها إن شاء الله؟ شوف، هنقول لحضرتك انه يعني من المؤكد انه في هذا في هذه الزياره او في هذه القمه ستكون لدينا العديد من يعني القضايا السياسيه والقضايا الاقتصاديه. هناك يعني معلومات تقول ان هناك يعني توقيع او سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكه الكبيره الواسعه غير المسبوقه بين مصر وبين الكويت، وان هناك على هامش القمه سيلتقي وزراء من الجانبين لتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصاديه والاستثماريه، خاصه ان هناك اقبال شديد من المستثمرين، مستثمري الكويت وشركات الاستثمار في الكويت على المدن الجديده الموجوده هنا في مصر. ايه المكاسب اللي تنتج عن ده بالنسبه للدولتين؟ بلا شك مكاسب، يعني مكاسب تصب في صالح الشعبين بالمناسبه، مكاسب اقتصاديه على تنعكس في الصناعه، في الاستثمار، في شركات البناء، في شركات التعمير، في تنعكس ايضا على المجال السياحي. بلا شك أنها ستؤتي بثمار جيدة لمصلحة الجانبين، وبالتالي هناك يعني غدا ستشهد اللقاءات التوقيع عن اتفاقات سريعة وأخرى في الطريق في خلال الفترات المقبلة، سيتم الترتيب لها. أيضا هناك كلام عن إنشاء بعض المشروعات القومية العملاقة المشتركة ما بين الدولتين في على أطراف المدن الجديدة والعواصم المصرية الجديدة. يعني هناك حرص من رجال أعمال ورجال استثمار وصناعة في دولة الكويت وشركات كبرى تحاول الدخول إلى السوق المصري لزيادة حصة استثمارها مرة ثانية. طيب لو اتكلمنا كمان عن اللقاءات اللي أيضا سيعقدها السيد الرئيس مع الوزراء والمسؤولين هناك، إيه النتائج المتوقعة من هذه اللقاءات؟ أهم ما سيدور فيها؟ يعني بكل تأكيد أنه هذه اللقاءات ستكون دافع لتأكيد وتعميق وطمأنة يعني الذين يفكرون في دخول السوق المصري واستثمار داخل السوق المصري وتوسيع دائرة الاقتصاد وتوسيع دائرة الصناعة. ويعني هنا المسألة، هناك شركات مصرية لها تاريخ كبير جدا في العمل في دولة الكويت، وأيضا هنا في مصر هناك شركات لها يعني لها تاريخ طويل في الاستثمار داخل مصر، وبالتالي هذا التوقيت أعتقد أنه يعني وهذه اللقاءات وهذه الاتفاقيات من شأنها التوسع في
حجم السوق الاقتصادي والصناعي والاستثماري وغيره. طب انا عايز اتوقف مع حضرتك عند رقم يعني لفت انتباهي، وهو انه مصر والكويت وقعوا من سنة 1963 ولحد 2018 114 اتفاقية، او حوالي 114 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. يعني هذا الرقم شايفه ازاي وبيعكس ايه عن العلاقات ما بين مصر والكويت؟ بيعكس مدى التواصل والاستمرار والحرص وصلابة العلاقة ما بين الدولة المصرية والكويت، ويعكس أن هناك أن قنوات الاستثمار وقنوات الاتصال وقنوات التواصل مستمرة لم تتوقف منذ 63 وحتى هذه اللحظة. أيضا وأضيف لحضرتك رقم آخر، أنه هناك حوالي 1227 مشروع ممول من من الصندوق، وبالتالي هنا فكرة انه التواصل مستمر، انه على مستوى الشعوب. على فكرة على مستوى الشعوب، لو حضرتك مشيتي في شارع في الكويت هتلاقي عدد من المصريين في محلات، في مطاعم، في مقاهي، في سوبر ماركت، في وكأنه هو عايش في بلده الثاني، وهو بالفعل بلده الثاني، يعيش حياة مقيمين هناك يمارسون جميع الوظائف. يعني اعتقد انه الواقع هناك في الكويت يؤكد ويعكس مدى عمق العلاقة المصرية الكويتية. طب يعني اتفضل هكمل. تمام معاك. طيب انا عايز اقول برضو انه عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق الكويتي حوالي 48 مشروع في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في مصر. ازاي ممكن الزيارة دي تسهم يعني في زيادة ايضا عدد هذه المشروعات يا استاذ جمال؟ من المؤكد ان الملف الاقتصادي، من المؤكد ان الملف الاقتصادي هو في مقدمة الملفات التي يحرص الجانبين على مناقشتها، وبالتالي على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وقطعا أن هذه الزيارة ستكون نتائجها على الطرفين إيجابية، على الجانب المصري وعلى الجانب الكويتي. الطرفين في حاجة ماسة أو حريصين على التوسع في هذه الاستثمارات وفي السوق الاقتصادي ما بين الدولتين، وبالتالي من الممكن أو ننتظر أن يكون غدا أو تتصدر غدا صفحات أو عناوين الصحف الكويتية وعناوين الصحف المصرية أخبار تتعلق باتفاقيات جديدة، بمشروعات جديدة، بأن الصندوق الكويتي للتنمية يمول عشرات المشروعات الجديدة، أن هناك مشروع سوف نقرأ غدا أو بعد غد عن مشروعات جديدة سيتم التأسيس لها وافتتاحها من جديد، أو التوسع في مشروعات قائمة بالفعل. لكن من المؤكد أن هناك توسع وهناك نتائج إيجابية ستسفر عنها هذه الزيارة وهذه الجولة. طيب أنا معلش أنا عايزة برضو استمر مع حضرتك في الأرقام حتى علشان السادة المشاهدين يكونوا مدركين معانا حجم العلاقات الاقتصادية عامل ازاي. لو اتكلمنا مثلا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ازداد بشكل ملحوظ ووصل لحوالي 3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية. مش بس كده، ولكن الكويت أيضا هي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات والمملكة العربية السعودية. ازاي يمكن استثمار هذه الزيارة والعلاقات بشكل عام ما بين مصر والكويت لزيادة معدلات التبادل التجاري؟ من المؤكد طبعا كلما يعني كل هذه الاتفاقيات وكل هذه الملفات وكل هذه اللقاءات الاقتصادية وكل هذا التوسع في الاستثمارات سينعكس على حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، وبالتالي كلما زادت هذه الاستثمارات وكلما زادت هذه الاتفاقيات وزادت البروتوكولات الموقعة ما بين الدولتين كلما زاد حجم التبادل التجاري، وبالتالي المعلومات الأولية التي لدينا تقول أن هناك العديد من الاتفاقيات وأن هناك توسع سيحدث في خلال الفترة القليلة المقبلة ما بين السوق المصري وما بين السوق دولة الكويت، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على
الدولتين وعلى الشعبين وعلى حركة السوق والاستثمار في مصر والكويت. وهذا ليس جديدا، العلاقة مستمرة نظرا يعني ربما تكون لها قياسات أخرى، ربما تكون لها علاقة بحجم المشروعات المتبادلة، لكن بالقطع أن المشروعات منتظمة زي ما حضرتك قلت من شوية منذ 1963 وحتى 2018 وهي مستمرة، مؤشر يزداد يتوقف، لكنه في الآخر خالص نجد أنه الطريق والجسور ممتدة ما بين الدولتين عبر التاريخ، تختلف قوتها على حسب كل مرحلة، لكن هذه المرحلة وخلال الخمس سنوات ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية، والحرص واضح جدا على فتح الأفاق وتوسيع أفق جديدة ما بين مصر والكويت في مختلف الاتجاهات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية في مختلف المجالات. الاستثمار الكويتي في مصر يندرج يعني تحت أي قطاعات يمكن بشكل أكبر، أو أهم القطاعات اللي فيها تعاون تجاري واستثمار؟ يعني خلينا أقول لحضرتك، في استثمار في مختلف الاستثمار الكويتي متنوع، في مجال السياحة، في مجال العقارات، في مجال الصناعة، في مجال يعني استثمارات الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، مختلف متنوع ومختلف، وبالعكس له بصمة في جميع المجالات داخل مصر. يبقى متنوع يعني في كل هذه المجالات. نعم. طب الزيارة هتشهد يعني بجانب الشق الاقتصادي، لكن ستشهد أيضا التباحث فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب. كلمني عن شكل التعاون ما بين مصر والكويت في هذا الشأن. من الملفات المهمة والرئيسية والأساسية مكافحة الإرهاب، خاصة أنه يعني مش يعني هنقول ده نموذج، انه شهدنا تنظيم من الاخوان الارهابية، جماعة الاخوان الارهابية تم القبض عليه في الكويت منذ فترة قصيرة، وبالتالي ده جزء يعني لابد التنويه عنه، لكن بكل تأكيد ان مكافحة الارهاب وان الارهاب هو خطر يهدد الاقليم بالكامل، وبالتالي التنسيق اذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مكافحة الارهاب في باريس، وتحدث عنه ايضا في اليابان، وتحدث عنه في كل قمة وكل منتدى عالمي، وعندما كنا نرافق السيد الرئيس حتى في ألمانيا في مؤتمر الأمن في ألمانيا، تحدث أيضا أمام الجميع وأمام الرؤساء وزعماء العالم عن الذي يمول ويدعم الإرهاب. وبالتالي هنا هذه القمة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين أمير الكويت قطعا ستتناول العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، خاصة أن هناك محاولة لعودة وإحياء، هناك بعض الدول وبعض الدويلات تحاول إحياء التنظيمات الإرهابية والدواعش والجماعات المتطرفة من جديد في الإقليم بالكامل، وهو خطر كبير، خطر لابد الانتباه ليه، لأنه هذا الخطر بمثابة ضرب ومثابة تهديد للأمن القومي الإقليمي، وبالتالي هذا الخطر لابد من مواجهته، وبالتالي هذه التنظيمات الإرهابية لابد أن تكون حاضرة على طاولة المباحثات، ومن المؤكد أنها تكون حاضرة على طاولة المباحثات ما بين ليس فقط في هذه القمة ولكن في جميع القمم التي تتعلق بالزعماء العرب. طيب بمناسبة الخلية الإرهابية اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي تم ضبطها في الكويت، مصر تسلمت بالفعل هذه الخلية، شايف أهمية ده إزاي؟ يعني لما بنتكلم عن التعاون الأمني والتنسيق ما بين الدولتين. يعني هناك اتفاقيات أمنية، يعني موقعة بين الدول وبعضها، بين مصر وبعض الدول، بين مصر ودولة الكويت، ويعمل يعني في تعاون دولي ما بين الدولتين، وجهاز الانتربول الدولي يخاطب نظرائه في الدول الأخرى، وأيضا الأجهزة السيادية المصرية
يعني تتبادل التعاون مع الدول نظرائها أيضا في الدول الأخرى، وهذا يعكس مدى حرص الجهات الأمنية في الكويت على التعاون مع الدولة المصرية. وبالتالي عندما رأت أو تمكنت من القبض على تنظيم إرهابي سلمته على الفور للدولة المصرية وللأجهزة الأمنية المصرية، الأمر الذي يؤكد مدى العمق ويكشف الأفاق الممتدة ما بين التعاون على المستوى الأمني ما بين دولة الكويت وما بين مصر. طيب، أيضا في بداية كلامك أستاذ جمال ذكرت يعني لما قال الرئيس السيسي منذ البدايات، يعني منذ وقت ترشحه، لما قال أن أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا وأنه يعني مسافة السكة، وقال هذه الجملة طبعا والعبارة الشهيرة، شايف إزاي فعلا أهمية أنه مصر دائما حريصة على أمن أشقائنا في دول الخليج، وأنه بتعتبرها فعلا أنه أمن دول الخليج هو أمن قومي مصري أيضا؟ هذه الجملة في محلها تماما. هذه الجملة هي بيت القصيد. الأمن القومي، يعني أي دولة عربية في المنطقة تتعرض لخطر، فالمنطقة كلها أو أمنها القومي يتعرض لخطر، فهو بمثابة تعرض أو بمثابة خطر يهدد الأمن القومي العربي أو أمن القومي للمنطقة. وبالتالي الحرص على الحفاظ على الأمن القومي العربي واعتباره خط أحمر هو كلمة السر، بل مفتاح للحفاظ على استقرار الإقليم. أن انهيار جزء من خريطة الإقليم من المؤكد أنها ستأتي بنتائج سلبية على باقي دول الإقليم. لن ينعم أحد في الإقليم وهو يحاول أن يعبث بدول الجوار. وبالتالي جزء من هذه الرسالة وجزء من هذه القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أمير دولة قطر، يعني خلينا أقول لك هو جزء منه تحليلي الشخصي، أنه هذه رسالة إلى من يهمه الأمر، رسالة إلى الدول التي تحاول العبث بالأمن القومي العربي، بأن الدول العربية ودول الإقليم العربي قادرة على الثبات، وأن قواعد اللعبة من الممكن أن تتغير، بل أنها تتغير، وأنه لا بديل عن الدولة الوطنية في بناء هذا الإقليم والحفاظ عليه، وأنه يعني التغيير عن طريق الفوضى لا مكان له في هذه المرحلة، وأنه لم تعد هناك خيارات أمام الدول العربية في استعادة الدولة الوطنية واستعادة قوة الاستقرار واستعادة ملامح الشعوب الحقيقية والتخلص من تأثيرات الفوضى وما أحدث نتيجة ما يسمى بالربيع العربي والمتغيرات الهشة المشوهة التي طرأت على وجه هذه الخريطة والخريطة الإقليم طوال السنوات القليلة أو ما بعد 2011. يعني هناك محاولات لاستئناف هذه المشاهد، لكن أعتقد أن هذا النوع من القمم الثنائية وهذا النوع من العلاقات ما بين مصر والدول المنطقة أو مصر على سبيل المثال، ونحن نتحدث الآن عن الكويت وعن قمة تعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت، خلينا نقول أن هذه النوع من القمم يعني من شأنها أن تقدم رسائل أو تحمل رسائل واضحة إلى من يحاول إثارة القلاقل بأن المنطقة العربية يقظة، وأن من يحاول أن يزرع فتنة لن يكون له مكان، وأن مصر وأشقائها العرب قادرين على تحقيق الاستقرار ولن يكون هناك صمت. أيضا العنوان الأكبر للصورة الأشمل لجولات مصر أمام العالم وحضور المصري الصاعد بكل قوة أمام العالم وجلوس مصر على مقاعد الكبار تؤكد
تؤكد أن الدور المصري وتؤكد عودة الريادة المصرية وتؤكد محورية الدور المصري في السياق ذاته. في السياق ذاته خلينا أقول لحضرتك، وده يعني حاجة أعتقد أنه من الأهمية ربطها، نتائج هذه القمة، نتائج هذه القمة التي تعقد بين الرئيس السيسي وبين أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تناقش وتتناول العديد من الملفات، وأيضا أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم 12 الشهر الجاري سيذهب إلى البيت الأبيض في لقاءات مهمة أيضا تتناول العديد من القمم أو العديد من الملفات والقضايا المهمة التي تتعلق بالإقليم. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شرفتنا، شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. وخلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانية عن قناة الجزيرة وخروجها المتواصل عن معايير المهنية والحيادية في تغطيتها بشأن القضايا العربية. استمعنا.